كافرين. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج نداء الإيمان. اليوم نقف إن شاء الله عند نداء عظيم يحدد لنا مفهوم السؤال ويبين لنا محاور البحث وكيف يلتجه إليها المسلم في حياته، لتنبينا الشريعة أنها لم تدع بابا من أبواب الحياة إلا وسلكت، ولا قضية مهمة إلا بينتها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هذه الآية تبين لنا مفهوم خطير، أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه الآية لما سئل كثيرا عن أشياء ما كان ينبغي أن يسأل، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر أمورا فلا تضيعوها، وانهى عن أشياء فلا ترتكبوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وبالتالي كان هذا النداء وهذا الهتاف الإلهي ليبين لنا هذا المفهوم، أن الإنسان لابد أن يقف عندما هو موجود، لا يتطلع إلى الغيب ولا يتطلع إلى ما لا داعي له من الأسئلة والبيان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: فاسألوني ما شئتم أجبكم، فإذا ببعضهم يسأل يقول: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وقال الآخر: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. والنبي كان مغضب صلى الله عليه وسلم، حتى قام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: هون عليك يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا ورسولا وبهذا القرآن كتابا. وبالتالي قطع الأمر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أشد الناس عذابا من حرم الشيء لأجل سؤاله. ولما كان يتكلم عن الحج فقام أحد في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. سؤال لا داعي له، هذه الطريقة، الاستفسار في الأسئلة والتعمق في أمور لا داعي لها، حقيقة يعني تجعل الإنسان في محل التعب والوهن والاعتراض على الله تعالى. لذلك حكى الله لنا عن بني إسرائيل في مواقف تكون لنا قدوة، حين أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ولو ذبحوا أي بقرة لكفى، ولكنهم قالوا: ما لونها؟ ما شكلها؟ إلى آخر التفاصيل ما هو معلوم في هذه القصة. شددوا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فشدد الله عليهم. حتى أن في يوم السبت أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام حين يحذر، والله تعالى كما في هذه الآية: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اليهود طلبوا أن يبعث الله لهم ملكا ليقاتلوا، لما بعث لهم الملك إذا بهم يتملصون عن اتباعه ويتهربون من نصرته ويتفلتون من معيته. كذلك في يوم السبت في التحريم المعروف، يعني سألوا عن أشياء في مواقف كثيرة وطلبوها، ثم لما كانت فعلا واقعا تهربوا منها. لذلك الإنسان لا يشدد على نفسه، حتى أنه يعني يكره في الشرع النذر، لأن فيه إلزام بما فيه كلفة
بشيء لم يجزمه الله تعالى عليك. وبالتالي لابد أن نقف إلى أن الله حين حدد لنا هذا المفهوم لينبينا أن من حسن إسلام المرء وصفته وعلامته تركه ما لا يعنيه، ما لا يخصه، ما لا يكون له يعني أثر في هذا السؤال. ما يجب على الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أحيانا كثير من الطروحات وكثير من المواضيع التي يستهلك فيها الإنسان، يستهلك فيها جسمه ووقته وراحته وماله، لا أثر لها ولا داعي لها، وبالتالي هذه الأمور من الإسراف في الوقت وإتلاف النفس بما لا يرضي الله عز وجل. لابد أن يكون لكل عمل داع ومسبب. لذلك هذه الآية تحدد لنا مفهوم أنه احذر ما لا نفع فيه وتجنب ما لا فائدة فيه. حتى أن الصحابة الكرام حين كانوا يسألون عن سؤال فقهي فيقال: أهذا وقع؟ يقول: لا. قال: إذن إذا وقع اسألني عنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما أطيب الصحابة لم يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كلها أكثر من 14 سؤال، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الأنفال، يعني معدودة، يسألونك عن في القرآن معدودة جدا. هذا لأنه هم فقهوا أنهم لا يسألون إلا ما يعنيهم وما يتعلق به الفائدة. أما اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال العلماء: كثرة السؤال هو التنطع، ما يعرف اليوم بالتنطع والبحث عن دقائق العلوم ومشققات الأحكام، وبالتالي عن تفرعات ما لا داعي له. المؤمن دائما يبحث عن ما هو صالح ويبحث عن ما هو نافع ويقف عنده. أما يعني ترهات الأمور يعني سفاسف الأمور وما لا فائدة منه يجتنبها كل مؤمن، فمن حسن إسلامه أن يترك هذه الأمور. وإن الله كره كل ذلك لنا، كثرة السؤال بما لا داعي له. أما السؤال في الأمور الشرعية التي ينتفع منها والتي تدعو الضرورة لها فهي مندوبة شرعا، بل واجبة شرعا أن تسأل عنها. اسألوا فإنه ينتفع بالسؤال أربعة، وبالتالي السائل والمسؤول، وهذا من دلالة المؤمن وحرصه على دينه أنه يسأل، بل إن هذا من باب طلب العلم الذي ما سلكه إنسان من بيته ويخرج حتى يغفر له ذنبه وتوطأ له تلك الأرض المباركة فتضع الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. أما التنطع وكثرة السؤال هذا ما حذرنا الله تعالى منه، ولا بد أن نقف لأمره كي لا نكون في ركاب الكافرين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ويعلمنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع كريم مجيب. ننتقل معكم إلى النداء الثاني. كما سمعنا الآيات الكريمة حين عرفنا أن الإنسان لا يتدخل إلا بما ينفعه في هذه الحياة، أيضا هذه الآية العظيمة التي قد زل الفهم في حيثياتها وظل العقل في مدلولاتها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية الكريمة فيها نقف عندها في موقفين. الأول أن الفهم الخاطئ الذي متبادر إلى الذهن، حتى أن بعض الصحابة يعني التابعين سأل الصحابة فقال: والله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كما قال أبو ثعلبة في وقتها، فقال: تمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة نفسه بخاصة أنفسكم، فإن وراءكم أيام القابض على دينه كالقابض على الجمر للعامل أو للصابر أو فيه كأجر 50 منكم. وقام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مفهوم هذه الآية فارتقى المنبر وقال: إنكم تحملونها على غير حملها، ألا فإنه ما وقع منكر في قوم فلم ينتهوا عن المنكر إلا أحل الله عليهم عذابه. المفهوم الأول
لا بد أن نعلم أن الإنسان لا بد كما جعل الله من صفة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وبالتالي نعم علينا أنفسنا، والنفس هنا قد يقصد بها نفس الإنسان، نعم، ونفسه يعني جماعة المسلمين كما قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، يعني ليس نفسك فقط، حتى أخيك وكل المسلمين هم نفسك، بالتالي لا تقتلهم، هذا في عموم الخطاب. وهنا أيضا إن الله أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نحذر الأقوام وأن نخبر بالأحكام، لأن المصيبة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين، كما سنقف عندها إن شاء الله في النداءات القادمة، الذين ظلموا منكم خاصة. ولكن هنا الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه في نفس الوقت عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه، لا يتسرب إلى نفسه آثام الآخرين في صحبة أهل الباطل. اليوم حين تنظر إلى المفسدات تجدها يعني من الموبايل إلى الحاسبة إلى الشاشة التلفزيون إلى البيوتات إلى الشوارع إلى كل مكان، أينما تولي وجهك تجد المغريات وتجد الانحرافات، قطعا لهذه جميعا سريان إلى نفسك وقلبك. فإذا هلكت فماذا تنتفع إن صلح الناس؟ يعني كما يقال شر الناس من باع دينه بدنيا غيره. ولكن هنا مفهوم لا بد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اليوم إذا رأيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونسري لنا أن نأتمر بهذا الخير الكثير، وهذا واجبنا الشرعي. ولكن إذا صرت في مجال رأيت هوى متبعا، يعني كل من يسير على فكره وعلى باله وعلى شهوته، إذا تنصح يغضب وإذا تحذر تقع معه في مشكلة حقيقية، فبالتالي أنت بين خيارين، يعني أنت بين أن كلامك لا يصل ولا ينفع ولا يرى أثره، ومع ذلك أنت تقوله ويصل مداه، وبالتالي معذرة قالوا معذرة إلى ربكم. فإذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة هي الحاكم الفاصل فيها، فعليك بخاصة نفسك. تأتيكم أيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأيام وهي التي نشاهدها اليوم، القابض على دينه كالقابض على الجمر، المتمسك بعفته ونزاهته وصدقه وعدله وإحقاق الحق وكلمة الحق يجد له أعداء كثر، ويجد مغريات عظيمة أيضا، القابض على دينه كالقابض على الجمر، التحمل أمام هذه المغريات وأمام هذه الشهوات يعني تحمل عظيم، كأنك تمسك جمرة بين يديك. وبالتالي لا بد أن تعرف أنه عليكم أنفسكم اليوم، إذا صلحت نفسك وأصلحت عائلتك فأنت قد عملت خيرا عظيما. يعني اليوم كما كان الأنبياء يأمر أهله بالصلاة، وبالتالي لا بد أن يكون لأحدنا اليوم ولو عمل معه نفسه ومع أهله، إذا أنت أصلحت نفسك ثم أصلحت عائلتك اليوم أنت أنجزت للمجتمع إنجاز عظيم. فلنقف عندها، يعني الإنسان يقول المجتمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فقد أهلكهم أو فهو أهلكهم، وبكلا الحالين أنت تهلك الناس بهذا الطرح. لابد حتى إذا رأيت ذلك أن ترجع إلى نفسك فتصلحها. فاليوم أحيانا كثير من المصلحين يحتاج إلى أن يصلح نفسه قبل أن يصلح الآخرين، يحتاج إلى أن يقف مع نفسه ساعات وأيام ودهر ليطهرها من أدناسها وما يعتريها من حظوظ النفس قبل أن يشترئ على الآخرين فينصحهم. لذلك عليكم أحبتي وعلينا جميعا، وأنا أول من ينصح نفسه بذلك، أن ننصح أنفسنا في هذه في وقت الشبهات ووقت الظلمات التي تحيط بنا من كل جانب. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، نسأل الله عز وجل أن يكون مردنا له مردا جميلا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها. وإلى النداء الثالث ننتقل معكم إن شاء الله.
النداء الثالث أحبتي في الله هو في باب الوصية. الموضوع فيها طويل، ولكن الملفت في هذه الآية أن الله تعالى قد جعل للإنسان في هذه الوصية، والصحيح أنها يعني محكمة باقية، لأن اليوم الوصية وإن كانت لا تكون لوارث، ولكن الوصية جارية وماضية شرعا وقانونا في غير الوارث، حتى مع الوارث إذا جازه باقي الورثة. لكن اللافت في الوصية أن الله تعالى جعل للإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في وقته كما يعرف في حديث أراد أن يتصدق بجميع ماله فنصحه بالثلث، قال والثلث كثير. اليوم الوصية التي جعل الله عز وجل لهذا الإنسان حين يكتب وصيته لأهله هذه سنة متبعة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام وحتى عند التابعين والعلماء ينصحون بها. الإنسان لابد دوما أن يكتب وصيته، حيثيات ما يكون من ماله ما يكون من حاله. طبعا الله عز وجل جعل هنالك المال يورث، ليس لك حق أن تصادر جميع المال عن الورثة، هذا ليس من حقك، لك أن تتصرف في الثلث. ولكن مع كل ذلك في هذه الآية نلاحظ أن الله تعالى أجاز شهادة غير المسلمين على المسلمين في واقعات محددة يحتاج إليها ويفتقر لها، هذا من سماحة الإسلام وأنه يجري مع العدل حيث جرى. وأيضا تفيدنا الوصية اليوم أن كل إنسان يجب عليه أن يكتب وصيته وأن ينشد عليها، وأنه يتصرف أنه أن ترك أهله أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، فيتصرف في ثلث ماله يكون له صدقة جارية. تنفعنا هذه الأحكام وتذكرنا أن أفضل الصدقات اليوم هي الصدقات الجارية، هي التي تجري لك مدى الحياة. ولذلك حقيقة الإنسان كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حين حثنا على الصدقات قال لا يكون أحدكم حتى إذا جاء الموت فقال ها ها، يعني ينتظر هو في حياته لا ينفق ولا يتصدق حتى إذا رأى الموت حقيقة قام ينفق، وبالتالي يتنازعه ورثته أو لا يتنازعوه ويحدث فيه من المشاكل ما يكون قد قصر على نفسه، قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن لابد للإنسان أن يستبق قبل يوم القيامة، يعني يستبق العمل ويحقق هذا الزرع قبل أن يفوت وقت البذر. الموضوع الثاني يجب على ذريته وإن كانوا يتضررون بهذه الوصية. أحيانا يوقف بعض المال ويعطى بعض المال، بعض الورثة يتكتمون على هذه الوصية. الله تعالى وجه لنا نداء في هذا الأمر العظيم أن نعطي المال حقه، وأن أكلك لهذا المال هو أكل سحت وحرام، يجب أن تنزه نفسك أنت أيها المؤمن يا من شملت بهذا الخطاب الإلهي عن أن تدخل في هذا الأمر، لأنك أضررت أولا بأبيك أو بمن ورثك هذا المال، ومن ثم أضررت بالفقير أو بمن وصي له هذا المال. إذن الوصية حين نراها واجبة التنفيذ، يجب علينا أن نقف عندها لنؤدي أن الله عز وجل لعظم شأنها وكبير خطرها، وكثير من يتجاوزون هذا الأمر بأن يتكتمون عليه ولا يعطونه حقه، ادخر الله له نداء خاصة. إذن لابد أن نقف عند هذا النداء وأن نعلم أن الله بعد كل ذلك قال واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذي يسرق هذا المال أو يتكتم عليه أو يشهد بالزور والكذب والخيانة على ميت في شهادة لم يفعلها، كأن يكذب يقول وصى وهو لم يوصي، أو يكتم شهادة، هذا يجعل من الفاسقين، لأنه شهد زورا أو كذب في شهادة أو كتم حقه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبالتالي أن يكون مع الفاسقين أولا حذره الله تعالى، ثانيا جعل له العقاب الشديد والأليم، وكذلك حذره وبين له أن يسمع هذا النداء، والعاقبة العظيم أن الله لا يهديه، لا يهديه في الدنيا ولا يهديه في الآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينظروا إلى هذا الخطاب وهذا النداء فيصلحون أنفسهم ولا يتجرؤون على ما حرم الله عز وجل. فالنار نعم حفت بالشهوات،
والجنة حفت بالشبهات، ولكن للمؤمن لا بد أن يكون له ذخر ورصيد في اجتياز هذه العقبات. جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.